عز الدين العراقي. ولد عز الدين العراقي بمدينة فاس في سنة 1929 من عائلة برجوازية ثرية. تلقى عز الدين العراقي تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه، واختار الدراسة في كلية الطب بباريس إلى أن حصل على الدكتوراه. كان من الرعيل الأول للمغاربة الذين أكملوا دراستهم العليا ليلتحق بالعمل في مجال الطب العمومي بكبريات المستشفيات المغربية. انعطافة قوية وقعت في حياة عز الدين العراقي عندما اختير كمدير لديوان وزير الصحة العمومية، وعين بعدها مديرا لمستشفى ابن سينا بالرباط، ثم أستاذ كرسي بكلية الطب. انقلبت مسؤوليات عز الدين العراقي من الطب إلى المناصب الإدارية والسياسية، خاصة عندما عين وزيرا للتربية الوطنية في ثلاث حكومات متتالية في نهاية السبعينيات ومنتصف الثمانينيات من القرن الماضي. لكن أبرز تتويج لعز الدين العراقي عندما حظي بثقة الملك الحسن الثاني وعينه وزيرا أول في سنة 1987، ليتفرغ بعد هذا المنصب لإدارة جامعة الأخوين. بعدها سيحظى عز الدين العراقي بانتخابه أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 1997، وهي آخر مسؤولية كبيرة حازها الرجل المتبصر وأحد أبرز الوجوه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وأقرب المقربين إليه، ليلاقي عز الدين العراقي وجه ربه في سنة 2010 عن عمر ناهز 81 سنة.